تغريدة ترامب وخطاب القصير ذكر ثلاثة أسباب. أولا أنهم ينفقون على حرب في منطقة التريليونات والنتائج غير واقعية وغير مؤكدة، والثاني أنهم يدفعون بأبنائهم في هذه المنطقة والكل لا يمدحهم، حتى من ينتفع من هذا الدفاع ومن هذا القتال لا يمتدح الولايات المتحدة الأمريكية ووجودها في المنطقة ويعتبرها جسم غريب وجزء من صناعة هذه الفوضى، والثالثة هو أعلن النصر بشكل مبكر. إذن ثلاثة أسباب بنى أعلن النصر بشكل مبكر. نعم، هذه الثلاثة هو التي بنى عليها قرار انسحابه. طبعا هذا القرار هو مفاجئ، لأن كل المسارات السياسية من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع وحتى مندوبين البيت الأبيض الأمريكي في سوريا والعراق، كل هؤلاء قبل أسبوع كانوا مع رؤية تشاؤمية في موضوع النصر على تنظيم داعش في سوريا، وأن الحرب قد تستمر لأزمنة غير محدودة وغير معلومة، وأن هذا التنظيم وإن ضعف لكنه لم ينهار. واضح أن الإدارات العليا في البيت الأبيض الأمريكي هي أيضا متفاجئة بهذا القرار، وأيضا التحليلات المنطقية التي ظهرت من الداخل الأمريكي سواء كانت في الوول ستريت جورنال أو بالواشنطن بوست أو حتى المحللين في مراكز الدراسات، أن الذي حمل ترامب على مثل هكذا قرار هي عبارة عن التناقضات في الداخل الأمريكي جعلته يتخذ هكذا قرار ليفرك الخصوم. وواضح أنه أراد في 48 ساعة يكون الانسحاب، ثم تقهقر إلى أن جعل الانسحاب من 60 إلى 100 يوم.